انتوا يا هوانم قاعدين لدي الوقيت عارفينش الساعه كام؟ مفيش كلبه تحت قاعده يا حبايبي. هعملكم من هاردة حته مقلب في حريم ولدي ما متعودينش ياخدوه مني، وعامله الكاميرا هناك اهي مخبياه، وهم يلا نازلين هديهم هعملكم مقلب فيهم، والشاطره تكتب لي في الكومنت ايه رايك. كويسه هنا يا صفاء؟ هقول لك كويسه يا صفاء. هعمل لك ايه؟ هقول لك كويس. لا ما فيش حاجه مضايقاني يا صفاء. مالك يا ماما تعبانه؟ هقول لك ما ماليش يا صفاء. ما انا شايفاك يا ماما مش في حاجه غريبه. الا ان صفاء نزلت قبلنا. ما انا عمال اندق عليك. الف مش سهل. انا عليك وانا نازله ما حدش رد. ما فيش. ازيك يا ماما؟ ازيك يا نادي؟ يا ماما الوضع غريب كده يا ماما، في حاجه؟ فيش غير حاجه غريبه. في حاجه. انتوا يا هوانم قاعدين لدي الوقيت عارفينش الساعه كام؟ يا ماما ما احنا كل يوم بننزل في الوقت ده. هتنزلوا كل يوم؟ اه بتنزل كل يوم في الوقت. وده ينفع ان تنزلوا كل يوم العمايل دي؟ مفيش كلبه تحت قاعده؟ ايه يا ماما ما تقوليش كده. ايه يا ماما في ايه؟ وحد عمل حاجه تزعلك يا ماما؟ اقول لكم مفيش حاجه. انت ماما في حاجه مضايقاكي؟ انت بتكلمينا كده ليه؟ انت قلنا انا اكلمكم مش عارفين دلوقتي نازلين لي دلوقتي عاملين لي دكاتره عاكرين تتطوحوا ونازلين لي. احنا ترينا معانا يا ماما. ما فيش وحده تحت عاوزه تفطر، ما فيش وحده عاوزه اكل يتعمل، ما فيش بيت عاوز يتقضي. خلاص يا ماما لو اتكلتوا على كده وقعدتوا وسكتوا. لو ده مزعلك يا ماما هننزل لك بدري. لو دي مزعلني انت هتدور على زعل ولا هتدور على طيبه؟ ليه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ ما هتناموا وتقوموا وتصحوا براحتكم وكل حاجه براحتكم. طب انت تعبانه ولا حاجه يا ماما؟ في حاجه مضايقاكي غير حاجه يا طيبه؟ طيب يا ماما ننزل. مش عارفه انا لسه نازله اصلا قابلكم بحاجات بسيطه. في ايه؟ طب هو حمو فين معاك؟ مفيش حد يعني. محد هحرس لك جوازك يا نادي. نازله من فوق الساعه كام في المغرب وتقولي لي في حمو فين؟ بتسال عادي يا ماما عشان هو كان نزل. لا ما تسالش، بطلنا نسال. طب خلاص يا ماما اعمل لي كوبايه شاي. ولا عاوزه شاي ولا عاوزه سم. لا يا ماما في حاجه مزعلاكي بقى؟ ده حاجه كبيره، احنا مش متعودين منك على كده. بس احكي يا صفاء. لا في حاجه كبيره يا ماما مزعلاكي. قلت لكم بطل احكي. ايه يا ماما في ايه؟ طب احنا عملنا ايه طيب؟ عملت حلة محشي يا نادي. عملت لنا محشي يعني؟ عملت ايه؟ بتفاجئنا يعني بالمحشي؟ مفاجئتكم محشي؟ انتوا نازلين دكاتره دلوقتي واعمل لكم محشي؟ جبت لي اعمل لكم محشي يا ماما. عارفه لوش الناس. عارفه يا ماما العيال ما امسك لكم غير المنفضه وانا بفضل. يا ماما انت اللي بتقولنا ناموا ومخليكم براحتكم. اقول لكم ناموا يعني علشان اقول لكم ناموا؟ اتناموا نازلين لي بعد المغرب؟ في حاجه مش طبيعيه يا ماما. كل ما تحكوا تقولوا لي مفيش حاجه طبيعيه. حاجه طبيعيه يعني؟ انتوا اللي عاملينه ده كله حلو يفرحهمكم بيكم؟ احنا يا ماما كل يوم بننزل عشان يفرح حماتكم بيكم. خلاص يا ماما انزل لك بدري بعد كده. بس الحق عليا انا. خلاص يا ماما انزل لك بعد كده. ما تقوليش الحق. خلاص يا ماما ما تقوليش خلاص يا ماما. ليه وانا بتاعت محشي اكل محشي على كرش يعني؟ مش ناكل يا صفاء. كلت من الصبح كلت يا صفاء. طب قولوا لنا نفسك فيها يا ماما. كلت والحاجه ندى تقول لي فين محمد؟ اروح ادور لك يا قطع على محمد. ماما انا بسال. قولي لي انت فين علاء؟ انت التاني. في ايه يا ماما؟ ما تقولي لي فين علاء؟ قولي لي يا حاجه منا فين علاء يا حاجه منا؟ مش عارفه زعلانه مننا جامد مش عارفه. والحاجه صفاء تقول في ايه؟ لا فيش حاجه. في حاجه حاجتين فيه. يعني بالذات ما انتوا جايين عاملين كالبط. ماما احنا متعودين منك على الحنيه والدلع بقى والطيبه كده. لانك مره واحده كده قلب علينا فيه. بصك يا صفاء ماما انا متجوزه بقالي سنتين اول مره اشوف. ما تسكت يا نادى قلت لي بطل حكيت. اقعد واسكت. طب نقول لا يا ماما قلنا ان انت بتهزري عشان احنا مش يعني مش عارفه مش مصدقين مش عارفه الموقف مش عارفه ماما مش ماما. طب احنا عملنا حاجه طيبه. طب تعالي تعالي نخرجك نمشيكي شويه ونفرفشك. طيب لو متضايقه من حاجه. طب في حاجة طب مهدي تعالي ولا حاجة؟ يلا يا ماما. شوفي كده يا كل حمد ماما.
طب رد علينا يا ماما. قلت لكم بطلوا حكي. طب نوم نطلع. طيب قلت لكم بطلوا حكي، انا مختصره وقافله بقي علشان ما تهورش واحكي كتير. عملنا حاجه كبيره بقى كده، عملنا حاجه كبيره وانت مش عايزه تقولي لنا. انت متفقه معانا يا ماما؟ اي واحده عايزه تتكلم يا منى قولي يا منى اللي عايزه تتكلمي. يا ماما انا مستغربه. قولي يا منى اللي عايزه تتكلمي. يا منى ما دول خدوا دارهم وانت خدي دارك. يا منى معلش يا ماما جايه اهو. بس خدي دارك اهو يا ماما. انا واعملي ايه حم؟ عماله تزعل من بيتنا من زمان. حد ضايقها؟ ايه امه شايفاه يا محم؟ ايه يا امي يا امي شايفاه؟ اسالك يا امي في ما تسالنيش. مستهدي بالله ده. ما تسالنيش مستهدي يا بالله. ماما لو في حاجه مضايقاكي طب قولوا لنا. انا مستهدي يا بالله. امال مستهدي يا بيه؟ مستهدي يا بالله. في ايه يا امه؟ امه مش هحكي معاك يا امي. ما تحكيش. في ايه؟ ما تحكيش. قلت لك ما تحكيش. ايه اللي ما احكيش؟ سيبوني قاعده واحده. سيبوني. حاجه مضايقاكي؟ احكي معاك يا ام. رد علي. يا ام خلاص اعمل لي كوبايه شاي سعيد. اعمل لنفسك يا ندى. في ايه ماما؟ اعمل لنفسك يا ندى شاي. اعمل لنفسك يا ندى. طب يا ماما في حاجه هتضحك ليه واحنا هنكلمك؟ وانت يا حاجه منى انت التاني عايزه تحكي احكي. ماما انت عماله احكي يا حاجه منى. انت هتعذر ولا هتضحك ايه ولا هتحكي؟ اللي شافك يضحك ولا ما يضحكش يا حما. ايه ماما عملت لك حته مقلب فيهم جميل. انت عملت فيه رد عليا في الكومنتات يا حبايبي. هصوركم اهو هصوركم. خلينا اخلص منكم مقلب. اعمل فيكم عملت فيكم مقلب. يا ماما يلا يا حبايبي. انت شككتيني. يلا يا حبايبي. هتطلع في حاجه غريبه والله. وانا مش مصدقه. بصوا الكاميرا هناك عملت فيكم حته ثانيه. حبايب ماما سناء ايه رايكم في مقلب ماما سناء فيهم؟ يلا يلا اكتبوا لي في كومنتاتكم وقولوا لي ايه رايكم في المقلب اللي عملته ماما سناء في حارب ويلز. سلام يا حبايبي. لو عجبك المقلب يا ريت تدوس لايك وتصلي على الحبيب قلبك هيطيب في التعليقات. يلا كل اللي شاف المقلب اللي ماما سناء عملته في زوجات اولادها يضغط لايك ويصلي على الحبيب علشان قلبه يطيب. فعلا ماما سناء عملت المقلب ده فيهم بشكل جميل جدا. صلى على الحبيب قلوبكم هتطيب.